بالنسبة لنا فإن المدخل الرئيسي والأساسي لأي حماية اجتماعية حقيقية أو دولة اجتماعية حقيقية فعلية لا يمر إلا عبر الاعتراف الفعلي والحقيقي في أرض الواقع للطبقة العاملة في حقها الكوني في ممارسة الحرية النقابية، الحق في التنظيم، الحق في الولوج إلى الاتفاقية الجماعية بعد الحق في التفاوض. وإن كنا السيد رئيس الحكومة لا نشك لحظة واحدة في إيمانكم به، فإن بعض الوزراء منهم الحاضرين معكم ومنهم من انسحبوا من الجلسة لا يؤمنون به السيد الرئيس. فلا حماية اجتماعية للعاملات والعمال وعموم الأجراء دون صيانة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.